إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسبنا ولدنا أحمد عبد الأمير شهيد. ما بنقول شاب، بنقول طفل، لأن ولدنا طفل، فعلا طفل، طفل بكل براءته رايح بواسي الإمامة في موكب عزائي. نتفاجأ من وقت خروجه لوقت سماع نبأ استشهادة أقل من ساعة. اتصلوا فينا مجموعة من الشباب إنه تعالوا ولدكم متعرض لحروق شديدة، تعالوا استلموا، تعالوا تشوفوا. توجهنا للبيت طبعا اللي كان فيه موجود أحمد، أسعفوا فيه. بس يعني اللي كان الغريب في السالفة كلها إن أحمد كان عار، يعني ما كان يرتدي أي شيء وقت إلا كان يركض يتألم من جروحه من حروقه، ما كان يرتدي أي شيء. شيء ثاني إن إحنا على طول من وصلنا الخبر سمعنا إن بيان نزل من وزارة الداخلية يوصف ولدنا بالمجرم. بأي حق ينوصف بالمجرم؟ طفل طالع رايح يعني شعيرة رايح يأديها، رايح يعزي، ينوصف بالمجرم وإنه رايح ويحرق. فجدا شيء مستغرب، إحنا نبي نعرف من المسؤول عن كل هذه الأشياء. شيء ثاني، ولدنا تأخر عليه الإسعاف، هذا شيء رغم إنه كان متواجد عند مدخل القرية من أول ما صار هذا الحادث. الإسعاف كان متواجد عند مدخل القرية، والشباب كانوا يستنجدون بالإسعاف على أساس إنه يدخل القرية ويسعف الطفل، لكن له تعرض لمنع يعني إنه لا تدخل القرية. فاضطروا الشباب ان يطلعونه من البيت اللي كان فيه بسياره وينقلونه لمدخل القريه. وكل هذه الاشياء طبعا استغرقت وقت، كان فيها احمد يعاني، كان بجروحه، كان يعني في حاله جدا يرثى لها. فاحنا نحمل النظام مسؤوليه كل هذه الاشياء اللي صارت. اولا انهم وصفوا ولدنا بالمجرم وهو بعيد عن هذه السالفة، ولدنا مو مخرب ولا مجرم، رايح يحرق ممتلكات عامة. وشي ثاني بعد، نحملهم مسؤولية التأخر في إسعاف ولدنا، ونطالب بالقصاص طبعا. شكرا.